نظراً لمشكل تقني بالفيديو السابق قررنا إعادة نشره من جديد. نعتذر منكم ونشكركم على تفاعلكم مع محتوانا. متابعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعاً. اليوم نأخذكم في رحلة قصيرة بين مركز جماعة كاف الغار ودوار الصمامضة. رحلتنا تمر عبر المقطع الطرقي المميز بتراب الجماعة. تنقسم قبائل صنهاجة الشمال الريفية إلى ثلاث، وهي قبيلة صنهاجة السرايدر، قبيلة صنهاجة مصباح الحاملة للاسم الأصلي، قبائل صنهاجة غدو وهي التي تنتمي لها منطقة كاف الغار، قبيلة صنهاجة غدو من قبائل جبال الريف الصنهاجية، الأصل الزناتية اللسان بالرغم من لسانها العربي الغالب على كلام أهليها، وقد اشتهرت بعلمائها ومجاهديها واقتصادها التاريخي وخاصة إنتاج العسل والزفزاف، وتشترك في أصولها مع قبائل مجاورة أخرى مثل قبيلة فشتالة وقبيلة بني ورياكل وقبيلة تاونات وقبيلة بني مزاكلدة وقبيلة فناسة. وبالنسبة لموقعها الجغرافي، تحدها شمالاً قبيلة مرنيسة وقبيلة بني ونسيل، وغرباً قبيلة فناسة وقبيلة بني وليد، وتحيط بها شرقاً وجنوباً قبيلة البرانس. وفي أراضيها الشمالية يقع سد إسفالو، كما يجري في أراضيها الغربية وادي ورغة، وتتميز تضاريسها بالمرتفعات والوديان العديدة، وتنقسم إلى الأقسام التالية: صنهاجة الفوقية وتضم البطون التالية: أسامر تقع في أعالي وادي اللبن، الصمامدة تقع بالقرب من أسامر ولاد بشير، الزياينة قرب أسامر والعربة سيدي مسعود، أوشتان أو أوشتام على وادي أوشتان ولاد أحمد، ولاد إبراهيم قرب قبيلة مرنيسة بني كرامة، وفيها بلدة تادر نوست منبع وادي اللبن، بني أحمد وفيه بلدة سيدي داود، الدجالة وفيها القرى التالية: إيمولا لعربة، العنصر، الوعدة. صنهاجة السفلية وتضم البطون التالية: المحاريم وفيها ثلاث مساجد: جيران البرانس وابني بوعلا، المحامدة جيران ابني وليد، تامدة على وادي تامدة أحد روافد واد ورغة، بنير زين على وادي بنير زين أحد روافد واد ورغة، باب مسيلة جيران بنير زين، بولرضا على واد ورغة، ومن بلدات قبيلة صنهاجة غدو: الكدية، أهل الدريوش، هلا أمالو، باب مسيلة، سيدي داود، كيف الغار.